يا مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا معاكم مصطفى حسين من شركه نيو ستارت للتسويق العقاري. انا عايز اقول لكم ان انا دلوقتي انا بكلمكم من قلب زيت بارك اللي موجوده في الشيخ زايد تبع للمهندس نجيب سويرس. فعلا من اجمل المشاريع اللي انا دخلتها في حياتي، وفي حاجات كتير وتفاصيل كتير موجوده جوه المشروع انا حابب ان انا اعرفها لكم. وفعلا الموضوع هنا حلو وممتاز جدا ويستاهل ان انت تقدر تشتري في المكان ده. ليه؟ اولا نبدا ان احنا نتكلم عن السي في بتاع الشركه. السي في بتاع الشركه قوي جدا. هو المهندس نجيب سويرس غني عن التعريف ومن اشهر رجال الاعمال الموجودين على السوشيال ميديا دلوقتي. يمكن ما نعرفش ان هو مثلا ليه باع طويل جوه مجال العقارات او الكلام ده، انما الحقيقه فعلا هو ليه مجال كبير جدا في العقارات، غير ان طبعا شركه اوراسكوم وليها هي اللي ماسكه الانشاءات هنا، هي اللي كانت عامله الجونه الكلام ده، غير ان طبعا المهندس نجيب سويرس ليه شغل كتير جدا في العقارات بره مصر. جوه مصر هنا عامل اكتر من مشروع، في بيراميدز هيلز موجود في اكتوبر، في المشروع اللي احنا موجودين فيه بتاع زيت بارك، في مشروع بتاع زيت ايست اللي موجود في التجمع الخامس. زيت بارك اللي احنا موجودين فيه دلوقتي هو موجود في الشيخ زايد بالظبط في ظهر هايبر 1، موجود احنا بنخش في اليمين اللي قبل هايبر 1 على طول، واحنا جايين من على طريق المحور بنلاقي الكومباوند موجود على شمالنا بعد ما بنمشي شويه قدام جنب كومباوند الياسمين على طول. عايز اقول لكم لو تعرفوا حديقه الشيخ زايد المركزيه اللي طبعا بنحضر فيها الماتشات، اللي موجود فيها المطاعم، الكافيهات، موجود فيها الملاعب، اللي كان موجود فيها الاعلانات الفتره اللي فاتت، اللي كان موجود فيها كابتن محمد زيدان، كابتن ميدو، كابتن حازم امام، الموضوع هنا لطيف جدا. جوه الحديقه نفسها موجود الكومباوند. الكومباوند عباره عن ايه؟ هو متقسم لجزئين، في جزء موجود ارضي 10 ادوار عباره عن ابراج، في ارضي 20 دور. الارضي 20 دور دول بيبقوا مربوطين ببوديوم من تحت كلهم، ده بيبقى موجود فيه زي مول كده، غير ان ال 20 دور زي ما انتم شايفين اللي موجودين ورانا احنا قدام الابراج الارضي 20 دور، كان المفروض ان يبقى التسليم بتاعهم في خلال يعني من سنه كنا بنتكلم ان هي 4 سنين تسليم، انما الواقع الفعلي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي ان التسليم هيكون في خلال سنه ونص. فدي حاجه قويه جدا، نسبه انشاءات مرعبه موجوده جوه المكان، ودي من افضل الحاجات اللي انا شفتها فعلا في حياتي. انشاءات قويه موجوده جوه المكان، خدمات شغاله من قبل ما انت تيجي تسكن جوه المكان، البيمنت بلان بتاع الكومباوند كويس جدا، لان شركه اورا عامله البيمنت بلان على 7 سنين، يعني انت هتستلم كمان سنه ونص وهتقسط على 7 سنين، دي حاجه مش موجوده. في كل التايبس اللي انت محتاجها بالنسبه للابارتمنت من اول الاستوديوز بتوصل معاك لحد الفور بيدروم بالنسبه للشقق، في موجود عندك دوبلكسز بتوصل لحد 6 بيدروم، في حاجات معموله جميله جدا ولطيفه جدا، بتبقى حاجه اسمها البريدج فيلا، دي بتبقى رابطه ما بين الابراج الارضي و20 دور، بص قدامها على مساحه 65 فدان بتوع الحديقه المركزيه للشيخ زايد، غير طبعا الكلاب هاوسز اللي بتبقى موجوده تحت كل مبنى من دول، غير جوه المكان نفسه البارك، الالعاب، الحدائق، الموضوع فعلا جوه المكان ده تحفه. اتمنى ان انتوا تكلمونا في خلال الفتره الجايه وتشرفونا جوه المكان وتتفرجوا هنا هو عامل ازاي. يعني لو حابين تعرفوا تفاصيل اكتر كلمونا على الارقام اللي تظهر قدامكم على الشاشه. انا كنت معاكم مصطفى حسين من شركه نيو ستارت للتسويق العقاري. وزي ما انتم شايفين احنا موجودين دلوقتي جوه الحديقه بتاعت الشيخ زايد المركزيه بتاعت زيت بارك. الموضوع هنا يا جدعان خطير. انا موجود دلوقتي ورايا البحيره اللي موجوده جوه المكان، الخدمات هنا شغاله قبل ما يبدا الكومباوند زي ما قلنا، الموضوع لطيف جدا في كل حاجه من الخدمات اللي موجوده هنا، وبجيب براندات عالميه فعلا، وبجيب الكوادر الخاصه بتاعت كل مكان. يعني مثلا النادي بتاع زيت بارك هتلاقيني موجود فيه اكبر الكوادر الرياضيه اللي موجوده في مصر، هتلاقي موجود مثلا كابتن ميدو، كابتن محمد زيدان، كابتن حازم امام، كابتن سيف زاهر، غير كمان ان في ناس عالميه كانت موجوده هنا زي روبرتو كارلوس، زي فيجو. الموضوع هناك هنا حلو قوي، تقدر ان انت فعلا تبقى مرتاح نفسيا حتى لما تيجي تخش المكان قبل ما تشتري. كمان هنستنى ان انتوا تكلمونا، تيجوا تتفرجوا على المكان على ارض الواقع، وننزل ونخش نشوف الانشاءات وصلت لحد فين. زي ما انتوا شايفين اللي موجوده ورانا دي بالكامل، دي الابراج بتاعه الشيخ زايد، دي بتكون ارضي 20 دور. طالعه الانشاءات زي ما انتوا شايفين بطريقه مرعبه، شغالين بقوه مش طبيعيه. المفروض الحاجات دي كانت هتستلم بعد فتره زي ما قلنا، لكن الاستلام الفعلي هيكون بتاعها بنتكلم في حوالي سنه ونص، وده انجاز مش موجود قبل كده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، هننتظر مكالماتكم على الارقام اللي هتكون موجوده على الشاشه. انا كنت معاكم مصطفى حسين من شركه نيو ستارت للتسويق العقاري، ونتقابل في فيديوهات جديده.
النهارده العزومة عندي في زاد الشيخ زايد. انسى كله هيجي لي زاد التجمع. عندي طيب مش قريب، عندي احلى. لا دي رحلة. عندي احلى احلى احلى. لا دي رحلة رحلة رحلة. الجو هنا هنا دايما هادي، وايه جديد ما هو ده العادي، كل اللي هنا عاوزه عندي، طبعا دي حاجات جات لك بعدي. مش هسيب مكاني هنا استحالة، لو عايز تشوفني قوم انت وتعالى، هتسيب الدنيا دي لا 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 لا، متأثر متأثر. مش هسيب مكاني هنا استحالة، لو عايز تشوفني قوم انت وتعالى، هتسيب الدنيا دي لا 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 لا، متأثر متأثر. هتيجي ولا فرقة سهلة؟ قالك سهلة ولبس البدلة. فرقة سهلة سهلة سهلة، عامل جد ولبس البدلة. الدنيا هنا هنا تفتح نفسك، مبسوطة هنا ما تتعبيش نفسك. ما تيجي زايد طوعيني، أنا في التجمع انسيني. مش هسيب مكاني هنا استحالة، تختار الشيخ زايد، تختار التجمع، المهم انك انت تكون في زاد.